أعود مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، مرحبا بك مرة أخرى. أعود إلى نفس النقطة التي انتهينا عندها وهي العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. كيف تنظر إلى هذه العلاقات وهل تظن أن هناك خلافا أم اختلاف؟ كلا الأمرين معا. الولايات المتحدة الأمريكية تريد رؤية إلى المنطقة، ولا تزال هذه الرؤية لم تتبلور لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي. فدولة الاحتلال تتصارع بين ثلاثة رؤى، ما بين رؤية الجيش ورؤية سموتريش وبن غفير الذين يريدان عودة الاستيطان، وما بين رؤية نتنياهو التي عبر عنها في خطابات متعددة أبرزها أن هذه الرؤية بلا رؤية، فقط هو يريد بقائه في الحكم وتدمير قطاع غزة انتقاما منه وانتقاما من سكانه، ويريد تعميق الاحتلال الإسرائيلي بفرض سيطرة أمنية على القطاع دون أن يدفع كلفة هذا الاحتلال. فالاحتلال كما تعلمي عليه مسؤوليات إلى جوار السيطرة العسكرية، حفظ الأمن وتقديم الخدمات الإنسانية المختلفة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الرفاه الاجتماعي، كل ذلك مسؤول عنه دولة الاحتلال. دولة الاحتلال هي أقل دولة تتحمل هذه الكلفة، هي تدمر تقتل ولا تتحمل هذه الكلفة. آن الأوان أن يتوقف ذلك. أما عن الخلافات الأمريكية، أمريكا تتعرض إلى هزة عميقة، هناك تغير كامل. المجتمع الأمريكي أقل مجتمع في العالم وعيا بقضايا السياسة الخارجية، ومع ذلك لأول مرة يصبح هذا المجتمع بعد اختراق وسائل الإعلام الاجتماعي، بعد لوبيات ضغط واسعة، بعد حركات شبابية واسعة وتظاهرات واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية. لا أبالغ أن قلت أن ثلث التظاهرات التي خرجت في العالم خرجت في الولايات المتحدة الأمريكية. مؤشرات ذلك، معظم الولايات تصوت من أجل وقف إطلاق النار عن بكرة أبيها، إجماع، هناك إجماع أيضا على سحب الاستثمارات، هناك أيضا تظاهرات في كل مكان، هناك تغيرات وتجميع لحركة لوبي ضاغط لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. فاللوبيات التي تقرر أو النظام السياسي الأمريكي نظاما سائلا مرن، وحتى طريقة الأحزاب وعملها ليست كالأحزاب الصارمة في بريطانيا أو في أوروبا أو في العالم العربي، وإنما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي أقرب إلى تيارات سياسية، وبالتالي هناك لوبي السلاح ولوبي الصهيوني ولوبيات أخرى كجماعة وول ستريت ولوبيات مناهضة العنصرية وغيرها. اليوم هناك لوبي يسمع وله دور ومؤثر في العملية الانتخابية، والجميع يرغب بمخاطبته، أي أن الأعداد التي كانت كنا نقول عنها أنها أعداد لا غير مؤثرة، من 6 مليون أو إلى 7 مليون يهودي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى قرابة 40 مليون مسلم وعربي كانوا غير مؤثرين، اليوم أصواتهم باتت مؤثرة، وجودهم بات مؤثر، حراكهم بات مؤثر، هذا كله يلعب دور. إضافة إلى أن هذا الأمر يطال تغييرا حقيقيا في أصوات في النواب الأمريكيين، هناك 55 عضو في الكونغرس الأمريكي يطالبون بوقف تصدير السلاح، ارتفعوا إلى 83، ثم ومنهم أصوات عربية، وأيضا هناك تغيرات في حتى في داخل وزارة الخارجية، 100 من موظفي كبار موظفي وزارة الخارجية طالبوا بتغيير السياسة الخارجية، وأدان بلينكين الذي هو قال عندما قدم إلى إسرائيل جئتكم كيهودي أولا ثم لاحقا كوزير خارجية، وأدان هذه السياسات، إضافة إلى أكثر من 500 من العاملين في طبقات مختلفة ومؤسسات نافذة في الولايات المتحدة الأمريكية يقدمون العرائض تلو العرائض إلى بايدن، ملاحقة، تغيير حتى في خطاب الصحافة الأمريكية تعتذر عن بعض التقارير المفبركة وعن ازدواجية المعايير، وإن كانت تتراجع نتاج ضغط اللوبي الصهيوني. لأول مرة تفتح قنوات للرؤية والرواية الفلسطينية، هناك أيضا محاولات إلى قمع الحراك، وكل قمع لهذا الحراك يتطور إلى مزيد من القوة، بما يذكر بالحراك الذي حسم موقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء وقف دعم نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا، والذي بالمناسبة كان أقوى من إسرائيل ويمتلك ترسانة نووية ويمتلك علاقات ويمتلك ماس ويمتلك كل هذه التفاصيل، وأيضا حسم الحرب في فيتنام. وبالتالي هناك تغيرات يمكن أن تحدث. التغيير في الولايات المتحدة الأمريكية ليس كما في أي بلد، نتاج ثقلها الدولي ونتاج ثقلها الاقتصادي وغيرها من عوامل تجعل منها قطبا في السياسة الدولية. هنا لو سألتك سؤال بطريقة يعني مباشرة جدا، هل الولايات المتحدة الأمريكية هي من شأنها أن تفك هذا الشباك
أن تحل المشكلة، أن تضع نقطة النهاية، نعم أم لا؟ نعم تستطيع إذا ما أرادت، تستطيع إذا ما أرادت. إذا كانت تستطيع ولديها النية والقدرة، لماذا لا تستخدم مزيد من الضغط على إسرائيل؟ هناك مجموعة من العوامل، أن هناك هذا العام هو عام انتخابات، وأن هناك قرابة 6 أشهر ستكون هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. بايدن يعلم تماما أن أحد أبعاد قوته هي اللوبي الصهيوني، وهو يحتاج إلى أصواته، ولذلك هناك جماعات ضغط أخرى تضغط على بايدن، وتضغط من أجل قمع الحراك الطلابي، وتضغط على طول الخط داعم لإسرائيل دون أي رؤية أخرى. في المقابل هناك داعمين أيضا للقضية الفلسطينية. حتى بايدن لاحظي معي، هو أحيانا يأتي في خطابات باتهام حتى الحراك أو الحراك الطلابي بمعاداة السامية، الذي ترد عليه جماعات يهودية، 350 معتقل من أصل 3000 معتقل في طالبة الجامعات، هم شبان يهود ذاقوا ذرعا بتحميل اليهودية. هذا المظهر الصهيوني المقيء الذي لا يقيم وزنا لقواعد ومبادئ الأديان السماوية، ولا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. التغيرات يعني ربما تظهر لاحقا، لذلك هناك تذبذب في السياسة الأمريكية، ولأول مرة يكون هناك خطابين لأي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، ورؤيتين في السياسة، ورؤية داعمة لإسرائيل، ورؤية في ذات الوقت يعني تحاول أن توازن لإرضاء جماعات الضغط وحركة الاحتجاج، وأيضا التيار الكاسح الذي يتنامى في الحزب الديمقراطي. وفي ذات الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحد من عزلتها، تريد كسب ود العربي في بجانب، والوصول إلى اتفاق تطبيع سعودي يعتبر كجائزة لبايدن لحصد مزيد من الأصوات وإجراء تغيير في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على هذه المنطقة باعتبار ما تمثله من ممرات مائية، وأيضا موارد نفطية وغاز وغيرها، وعلاقات جيوسياسية تسمح لها بالتأثير في أن تكون مؤثرة في العالم. ولا ننسى أن التغيير في الشرق الأوسط يعني تغيير في العالم. هناك مراكز الشرق الأوسط أحد مراكز الصراع في العالم المؤثرة. آن الأوان إذا نظمنا أمورنا أن يكون لدينا نظرية بالحد الأدنى للتنسيق والعمل العربي المشترك، وصولا إلى اكتمال رؤية في دعم الأمن القومي العربي، وفي اعتماد سياسة خارجية تقوم على التوازن وعلى إعلاء المصالح العربية. ومصر بدأت تستعيد دورها، وفي مقابل دول يعني كانت أقل حضورا في السياسة الخارجية، جعلت يعني الصراعات في داخل المنطقة والصراعات البينية تضعف من الحالة العربية ومن النظام العربي وحتى من قواعد العمل المشترك، وتراجعت القضية الفلسطينية على المستوى العربي والإسلامي. كان الأوان لتعزيزها واستعادة حضورها، وهي حضرت بقوة في هذا المشهد، ولذلك عربيا مطلوب التقدم خطوات أكثر في اتجاه رؤية عربية واضحة. واليوم حتى دول عربية كما الإمارات تقول أنه هي ضد المشاركة في أي جسم مدني كما يدعو نتنياهو، وكأنه يأمر العرب بالشراكة في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبما فيها قطاع غزة. هناك موقف مصري يعني ضاغط على الإدارة الأمريكية، يطالبها بوقف اجتياح مدينة رفح باعتبارها خطا أحمر، والتراجع عن إغلاق معبر رفح وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتهدد بتعليق اتفاقية كامب ديفيد كمقدمة. ولكن مصر تتعامل بتوازن في هذا المجال باعتباره أحد الوسطاء الرئيسيين المعول عليه إنهاء هذا الصراع، ولذلك نجد هناك غضب، وفي ذات الوقت هناك يعني نوع من الإمساك بشعرة معاوية في هذا المجال. ولكن أي حراك ربما يدفع الفلسطينيين إلى الحدود المصرية، هذا سيعني يعني إعلان ربما عداء إلى مصر. ولذلك الرؤية المصرية كانت واضحة، وكذلك نعم الأردن، يعني هذا الأمر نعم يعتبر محسوما نعم. ولذلك نعم لذلك هناك تغير في السياسة العربية بموقف، لأنها تدرك مخاطر تصفية القضية الفلسطينية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي. ولذلك هناك أوراق قوة يمتلكها العرب في هذا المجال، أيا ما كانت يجب توظيفها واستخدامها، وبالحد الأدنى هناك أوراق أيضا المقاطعة. العرب يملكون أدوات قوة نعم، ولكن نعم ما أدوات القوة التي تمتلكها إسرائيل حاليا؟
إسرائيل تمتلك، هي إسرائيل لديها غرور القوة، هي اعتقدت أنها تحولت إلى قوة إقليمية تستطيع أن تفرض سياساتها في داخل المنطقة والجميع يخطب ضدها، وتستطيع أن تنتزع دورا رئيسيا في المنطقة، وباعتبار أن نتنياهو يقدم إسرائيل بواحة الديمقراطية وواحة التكنولوجيا وواحة إلى القوة لتصبح جماعات فلسطينية صغيرة، ومن بينها حركات المقاومة الفلسطينية التي امتلكت الإرادة مع فارق قوة هائل لتوجه ضربة استراتيجية وضربات سابقة إلى إسرائيل لتظهر أنها عاجزة عن حماية أمنها وحدودها، فما بالك بحماية الأمن العربي لمن يراهم على إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا سأقاطعك، يعني صحيفة معاريف وجدت في استطلاع للرأي تقوم بعمله كل يوم جمعة أن 70% من الإسرائيليين لا يجدون إسرائيل مكانا ملائما للعيش لأبنائهم. ما الذي يعني هذا الاستطلاع؟ هل تغير الحلم الإسرائيلي وحلم البلدة ورفاهية؟ نعم، هناك صدمة عميقة. إسرائيل كانت تقول عن نفسها بلد السمن والعسل، وهي تدعو اليهود في العالم إلى الهجرة إليها، لتقدم أسوأ صورة لدولة عنصرية مقيتة تمتلك ترسانة من الأسلحة وفائض قوة في إيذاء الفلسطينيين عبر الاحتلال والاستيطان والتنكيل وحرق المدن والبلدات، كما فعلت في حوارة وترمسعية، وما تفعل في المسجد الأقصى وفي الكنائس وفي الخليل وفي قطاع غزة من حصار وفضائع، ومؤخرا جريمة الإبادة الجماعية التي تجاوزت فيها حدود المنطق والعقل ومبادئ القانون ومبادئ الأديان السماوية وقواعد الأخلاق. ولذلك إسرائيل أيضا عجزت عن حماية، يعني حماية على الأقل هناك 100,000 من الآن نازحين من الشمال، وهم يضغطون على الدولة موجودين في فنادق لم يعودوا 7 أشهر، بالتالي تعطلت مصالحهم وأعمالهم مثلهم أو أكثر في جنوب القطاع. أو بداية الحرب أو كان هناك 90% مع استمرار الحرب، ثم 70% تراجعت النسبة لتصبح 53%، ثم لتصبح 42%، والجميع بات يدرك أن هذه الحرب واستمرارها مرهون باستمرار نتنياهو في الحكم، وبالتالي 53 يعتقدون أن نتنياهو يستمر بها حفاظا على بقائه وبقاء الطبقة السياسية. إذن لماذا تتقدم الحسابات الشخصية على المصلحة والسياسة العامة في إسرائيل؟ لم تعد إسرائيل مؤسسة كما كانت في السابق، ولم يعد الجيش عقل هذه المؤسسة، فإسرائيل جيش كان له دولة وجدت في المنطقة لطبيعة خاصة لقطع السياق على تطور هذه المنطقة وتنامي فكرة وحدتها وتنسيقها، وأيضا لضمان أن تكون قاعدة متقدمة للغرب. ولذلك إسرائيل تراجعت، وبالتالي باتت أقرب إلى الأنظمة القمعية وغير الديمقراطية، حتى في داخل إسرائيل ذاتها تتنامى العنصرية باتجاه فئات مختلفة، تتنامى الخلافات الدينية والخلافات العرقية والطائفية في هذه الدولة، وبالتالي هناك محاولات لحسم مراكز القوة نظرنا إليها ما قبل 7 أكتوبر في محاولة السيطرة على القضاء، في محاولة تعزيز دور وهيمنة الفاشية اليمينية الدينية في امتلاك مراكز قوة المتطرفة، ثم صناعة وزارة كاملة وجيش جديد، يعني في ازدواجية لإنفاذ القانون، هو الجيش الذي حظى بدعم بن غفير وسحب مجموعة من الموازنات من وزارات مختلفة لتعزيزه، ثم إعطاء سموتريش منفردا صلاحية الاستيطان في داخل الضفة الغربية، ولأول مرة يعطى في تاريخ أي احتلال وزيرا مدنيا صلاحية قيادة الإدارة المدنية في الضفة الغربية، لأن الاحتلال ذو طابع عسكري مؤقت، ولذلك إسرائيل تعزز في إطار ضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة من الضفة الغربية دون سكان. لذلك إسرائيل تراجعت، ولكن تراجعت وزادت نسبة الهجرة وهجرة رؤوس الأموال، وتراجعت، هي كانت في السابق تحصل على هذا التعويض في السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول أوروبية، وتحصل على دعم اقتصادي ومالي واسع، وهي حصلت بالمناسبة على ما يزيد عن 26 مليار دولار في إقرار للكونغرس مؤخرا. ولذلك إسرائيل الآن لديها فائض من القوة تستطيع أن تستخدمه، ولكنها لا تستخدمه بعقل الدولة، تستخدمه بعقل انتقامي وحشي أقرب إلى الجماعات الداعشية والجامعات والجماعات الميليشياوية أكثر منها لسياسة الدولة، لأنها باليوم التالي إسرائيل ستكون أمام حقيقة دامغة، ماذا ستفعل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وهل ستستطيع تهجيرهم، وهل ستنجح في تهجيرهم، أم عليها أن تنصاع إلى الإرادة الدولية؟ وماذا إن لم تنجح كيف ستبرر موقفها للداخل وللخارج؟ يعني بنيامين نتنياهو في مأزق، يعني نعلم أنه ربما تلاحق المقاضاة والمقاضاة، فبالتالي في هذه اللحظة ما الذي سيفعله؟
كيف سيواجه الداخل وسيواجه الخارج في نفس الوقت؟ هو الآن مهدد بأن تصدر بحقه مذكرات اعتقال في الخارج وأيضا مذكرات اعتقال في الداخل إذا ما توقفت الحرب. مسار المساءلة قائم على قضايا سابقة معروفة ومنظورة أمام القضاء، وهو في لحظة تاريخية فارقة اعتقد أنه امتلك الحصانة عبر تشريع قوانين في الكنيسة تضمن عدم مساءلة رئيس الوزراء، وهذا قانون خصص لنتنياهو، وأيضا تضمن تقليص صلاحية محكمة العدل العليا بما يسمح لنتنياهو بأن يصبح ملكا في داخل إسرائيل. وهكذا اعتقدت سموتريش وبن غفير في تطبيق خطة الحسم التي جرى تجسيد جزء كبير منها في اتفاق الإطار المشكل لهذه الحكومة والذي حذرنا منه منذ بداية عمل هذه الحكومة. فقد هي قامت بخطوات وإجراءات يعني 10 أضعاف أي حكومة سابقة. هذا ليس معناه أن الحكومات السابقة كانت يعني داعمة لحقوق الفلسطينيين، وإنما هذه الحكومات كانت أقل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين. وكلا الأحوال الاحتلال فعل عدواني مشين يجب أن يتوقف. هذه الرسالة التي أوصلها الشعب الفلسطيني، ولكنها وصلت عبر شلال من الدم والتضحيات الجسيمة وجرائم حرب، هي ليست فقط لم تقتصر على الإنسان الفلسطيني بل على البيئة الفلسطينية والمياه وحرب تجويع وتعطيش، وعلى التربة وعلى الهواء الفلسطيني الذي تلوث، وعلى المدن والبلدات الفلسطينية التي أبيدت عن بكرة أبيها بما فيها مدن ومخيمات لم يبقى فيها منزلا واحدا صالحا للعيش، إضافة إلى تدمير المستشفيات كما ذكر تقريركم وتدمير المدارس والجامعات، وجعل قطاع غزة منطقة غير قابل للحياة بتدمير المزروعات وتدمير التربة، وهذا سيترك تأثير طويل. 1,100,000 من الفلسطينيين الآن مصابين بأمراض الإسهال والسحايا والتهاب الكبد الوبائي من فئة ألف بسبب تلوث المياه وبسبب نقص الغذاء، بعضهم يعني يتوفى بسبب النجاعة. أصحاب أمراض الأورام وأصحاب أمراض الغسيل الكلوي يعني يموتون يوميا، فكلها أصبحت واضحة بالنسبة لنا، ولكن لا عين تنظر بقلبها، فقط نريد عين الرحمة هي التي تنظر. ابقى معي دكتور لقراءة بعض الأخبار ونعود مرة أخرى لنتناقش بها.